استشهد اليوم الطفل الفلسطيني عبد القادر السرحي ذو 13 عاما في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة نتيجة التجويع. وأكدت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 37 شهيدا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات. الطفلة ميرا بتعاني من سوء الجفاف والتغذية. لما جينا على المستشفى كانت حالتها بالمرة صعبة، والحمد لله العمر 4 شهور. لقيت الحمد لله صحصح عن قبل بالزيت. قصة حليب نقص عليها في الحليب ونقص عليها في كل التمنيات. أنا مش مف أجيب حليب ولا تاكسي إلها ولا أواعي. أنا بناش الدول العالم كلها تتفرج على بنت الطفلة. هناك حرب المجاعة مستمرة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة الأطفال، ولمنع وصول المساعدات والمواد الغذائية إلى قطاع غزة سبب في سوء تغذية للمواطنين وخاصة الأطفال، وكذلك منع وصول أيضا عدم وجود مياه صالحة للشرب تسبب في وباء بين المواطنين، وأكثر شيء هم الأطفال. احنا من ضمنهم التنتين العيانين معاقين، فهدول انا اعتمدت على نفسي وحاولت بجهد كبير اني اضل محاوله معهم عشان اني اكمل شغلي واكمل الاشي اللي انا بعمله عشان اخواتي الصغار. فانا كنت اشتغل عشانهم واتعب واشقى ليل نهار عشان اني اقدر امرق لقمه عيش إنها بالحلال.